أطلت مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بثوب بهيج نسجه تراثها الزاخر من الموروث والفنون الفريدة التي تزخر بها صحاريها، لتقدم من خلال مهرجان التراث والموروث الشعبي التاسع لوحة ألوان فنية زاهية بعثت الأمل المفعم بالحياة في نفوس الجماهير الغفيرة التي تزين بها المهرجان على نحو غير مسبوق. المهرجان الذي يقام للمرة التاسعة في قلب صحراء مديرية عسيلان لخص ماضي الأجداد وطقوسهم ومعيشتهم في البر والصحراء، وجسد حياتهم المليئة بالفروسية والكرم والشجاعة. أولاً في البداية أهلاً وسهلاً بك، ونبارك لك نجاح هذا المهرجان التاسع. وما هو الذي حاب تقوله في هذا الختام؟ والله أهلاً وسهلاً بكم. هذا ميدان التاريخ وميدان الشرف في هذا الشقة مسمى ذهباء بلاد بلحارث مدينة عسيلان محافظة شبوة. المقصود من هذا العمل اللي تشاهده المشهود قام في الداخل والخارج هو توصية من أهلنا لتراثنا وخيلنا وهجنا، لا تروح، تبقى معنا حتى يملكونها عيالنا اللي ورانا، لأنها هي ملك العادات والتقاليد القبلية والاجتماعية والوطنية في أرضها، تبقى ككلية دراسة يدرسونها، وكما تشاهدون فيها كل ما هو الأدوات البيت والادوات المنزليه، ويقعد حق الحريم حق الغرف حق الاسوا حق النوم من حقنا هذا اليوم، هذه الولاد حق الماء العلقان، الصغائر حق الملح، المناحيز الدلال، الحليه حق النساء، كل شيء لفناه منذ 15 سنه. المهرجان الذي حظي برعايه رسميه من الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي نائب مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة. أو دخلنا على السلطان سلطان شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير بيض الله وجهه وكثر الرجال من أمثاله، دعمنا ومشينا كمل اللي معنا، والتجينا في الرئيس عيدروس ونعم الزبيدي ونعم، يعني هم من زمن الجنوب ما يقول ولا كان فيها كامله ولا قصروا معنا والتزمونا، وحقنا عند الله وعندهم، ما الحل خدامين لهم الان هنا فيه، هذا شرفه لهم والمنادى ينادهم دولي وغيره، اما الحل خدامين لهم حسب معرفتنا به. انت كطموحك انه قام سنويا؟ نعم. وايضا طموحك هل انك تبغى تطوره بدل ما يكون داخل شبوه ان يكون على اليمن عامه وايضا على الوطن العربي؟ انا طموحتي فيه على ان يكون يشارك في الدول المجاوره، يكون دوليا. دوليا باذن الله، باذن الله تعالى توصل لهدفك باذن الله. هذا ليش؟ الدول كلها عاداتها وتقاليدها، وهل ننظر الى ملوك المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات ما بيعوا عاداتهم وتقاليدهم وحجزهم منهم، وإن شاء الله يقول طموحنا أن نشارك به إلى عندهم. تخلل المهرجان العديد من اللوحات التي تميز المجتمع الشبواني وتحدد هويته، حيث استعرض المهرجان
حياة البادية بقرية تراثية متكاملة مبنية من بيوت الشعر، وهي تحاكي من خلال مشاهد حية أنماط حياة الأسلاف من حيث العادات والتقاليد وطبيعة المساكن والأزياء، وكذا الأدوات والأواني والأغراض التقليدية التي صنعها واستخدمها الإنسان الشبواني في العصور القديمة. حسني عبد المولى بازمول. ونعم الله. وانت؟ سالم عرفان سالم بأشور. ما شاء الله. من وين؟ احنا من حضرموت سيون. كلكم من حضرموت ومن سيون؟ ايوه. ما شاء الله تواجدكم في المهرجان التاسع في سيلان حوض شوه، سباق الفروسية والهجن. انطباعكم طبعا، انتم اتيتم من سيون لهذا المهرجان مبدئيا طبعا. والله نحن نجدها فرصة، يعني طبعا نحن متواجدين في محافظة شبوة مديرية عسالان، وهذه فرصة جميلة جدا ان نكون متواجدين في مديرية عسالان. وطبعا نحن عرفنا انه في مهرجان السبق الهجن والخيل، وهذا شيء جميل جدا، يعني الحمد لله اجواء جميلة جدا يعني. فيك طبعا انطباعك الاول لهذا المهرجان التاسع للتراث ايضا وسباق الهجن والخيون في مديريه عسيلان وتحديدا محافظه شبوه؟ والله انطباع جميل جدا يعني بهذا المهرجان التراثي الجميل يعني، وهذا الحضور يعني وهذه الالفه بين ابناء المديريات واهل حضرموت، يعني احنا نشارك في هذا المهرجان، نشارك اخواننا باذن الله. حياكم الله. كيف حالك؟ اسمك خالفيه شوف فيه. ايوه مشعل من؟ ونعم. كيف شفت المهرجان اليوم؟ حلو بالله. انت تحب اكثر شيء الفروسيه ولا تحب الابل؟ تحب الفروسيه، يعني اتمنى انك تكون فارس باذن الله تعالى. بالله انت يوميا تجي هنا؟ تجي مع ابوك؟ بالله عاصم المرات الجايه ان شاء الله انك انت اللي تشارك باذن الله تعالى. نشكر المساهمين في هذا الاحتفال وهذه التراث الذي يشرف جميع ابناء شبوه وجميعهم على صعيد واحد. حياك الله. شكرا لكم جميعا. اسمك للجمهور؟ ابو مشعل احمد صالح. ونعم الله. من حالك؟ ايش اليوم حاب تقدمه في المهرجان اليوم؟ والله اليوم ما شاء الله قد المحفل يعني غني بما فيه، ولكن المشاركات البسيطه ابغى اشارك بها ابيات شعريه بسيطه. حلو. يقول سلام يا ذهب ام فيها حبر، حضر حضر التراث اللي من العام العصيف اصيل جينا نشارك يوم وافانا خبر 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 تراثنا برواحنا جيل بجيل جيل جيل من جلال اللي على الحق وظفر ظفر ظفر ضحى وناضب النجاح اكبر دليل دليل. بيض الله وجهك وصح الله لسانك. الله بدك. الله يحفظك. اهلا وسهلا شرفتونا. شكرا لك والله شرف لنا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله يعافيك. وش حالك؟ عبد الكريم علي المصعبي. ونعم والله. عليك زود. واسمك؟ ناصر صالح عبد القادر بخير. حياك الله. حياك. يا حياكم الله. وانتم اليوم ما شاء الله في هذا المهرجان ما شاء الله تاسع. ما شاء الله. ايش تقولوا؟ والله صلاتك على النبي يسر القلب والبال. نعم. نعم هذا من فضل الله. عادات اهلنا واجدادنا، نسال الله ان يوفق الجميع الحي والميت. آمين حول عقوته وينشر علينا أمنه وأمانة. آمين. ويوفق ذا الوجيه إن شاء الله لما يحبه ويرضاه، ويصلحنا ويصلح بلادنا اليمن وسائر بلاد المسلمين عامة. آمين بالإيمان والأمان. آمين ما شاء الله. هذه نعمة من الله. والله. ذكروا عادات أهلهم وأجدادهم وأباهم بكل ما هو، وفقهم الله من العادات والتقاليد، وهذا من فضل الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف الله. اسمك؟ اسمي محمد جودات الحارثي. ونعم والله. من بحالك؟ ايش اسم المتسابق؟ الطويلة. الطويلة. نعم. وفعل الفوز ان شاء الله. وفعلك الفوز ان شاء الله باذن الله تعالى. طموحك اليوم صراحة ان شاء الله من الاوائل باذن الله تعالى. ان شاء الله البيرق الاول تتحداهم ان شاء الله. ان شاء الله يبارك لك بعدين بعد السباق ان شاء الله باذن الله. شاركت من قبل؟ اول مره. اول مره؟ نعم. وعندك ما شاء الله طموح الفوز ان شاء الله. يلا فالك التوفيق باذن الله تعالى. حياك الله. عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. طيب طيب. اسمك؟ الحسن الواغني. واسم المركوبه؟ رصينه. رصينه اي بالله. كيف اليوم متحدي؟ يلا متحدي. البيرق لك ولا ان شاء الله باذن الله. باذن الله تعالى ان شاء الله. كم قعدت تتدرب لما وصلت اليوم للسباق؟ يلا شهر. شهر تتدرب ما شاء الله. تدرب وتدربها معك؟ ايه. شي شارك من سباقات من قبل ولا شيء؟ لا عادي اول واحد. اول مره ان شاء الله فالك الفوز ان شاء الله. طيب انطباعك للمهرجان اليوم كيف شفت المهرجان؟ طيب والله بالله ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله. وابنك اليوم اصر لا يحضر المهرجان؟ ها آه؟ نعم. واعطيته البندق حقه؟ البندق حقه جايبنها. با تعطيني البندق؟ تعطيني لي؟ تعطيه البندق؟ شله شله ما شاء الله. ها آه؟ هذا صلحته لك انت؟ ما شاء الله تبارك الله.
والله انطباع رائع، شارك مديرية عسلان بحكم التراث الحضاري، انبهرنا بهذا الحشر الكبير ما شاء الله والتجهيزات الرائعة هذه إن شاء الله. وانت كيف شفت اليوم المهرجان؟ والله ما شاء الله بفضل الله كل شيء، التراث اليمني موجود والحمد لله كل شيء تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. أنا اللي يقول السلام ولا أنت اللي تقول السلام؟ أنت. أنا ولا أنت؟ يا غششة. ها عليكم السلام. عليكم السلام. وانت قول عليكم السلام. عليكم السلام. قول لهم ايش اسمك؟ قول له هذا لا هذا لا، قول لهم ايش اسمك؟ نسيت اسمك. غشش ايش اسمه؟ عرفات. ايهاب. اسمك عرفات صح؟ اليوم جيت تشارك هنا ولا تفرج؟ شارك. شارك ايش بتشارك فيه؟ اشارك في الخير ولا بشارك في الابن؟ الخير. تشارك في الخير. تعرف كيف تعرف تتشارك؟ تعرف تركب الفرس؟ بتعلم ان شاء الله. تابعت الجمهور مرة ثانية ايش اسمك؟ عرفت ايهاب. اخر كلام حياك. يلا قول للجمهور كذا، قول مع السلامة. مع السلامة. كما قدم المهرجان عروضا من الزوامل والرقصات الشعبية ونماذج من الفنون وأدواتها القديمة والأشعار والألعاب المستوحاة من تراث شبوة الشعبي وماضي الأجداد الغابر، واختتمت فعاليات المهرجان باستعراضات للخيول العربية الأصيلة والجمال التي كانت السند والعون للإنسان القديم في تنقلاته وغذائه وإقامة سباق الهجن والفروسية. ومعنا ناس من الدول المجاورة الخليجية يتواصلون معنا ويشكرونا على هذا، وودهم ان الشارك عندهم نرتب لهم مثله، لكن احنا بنابه في اليمن ولا ودنا نرتب لهم ما في حسد، وان شاء الله نرتب لهم وياهم فيه مره واحده باذن الله يكون هناك. اذا الله اعطانا الحياه الطويله واعطانا اللي يسيرنا ما نمشي باذن الله يكون هناك عمل مشترك، ولو يكون حتى مع السعوديه حكم انها من الدول المجاوره لليمن. السعوديه البيت لعمود، هذاك الكاسر وهذا الواصل، هاتاك الامارات وهذه السعوديه. نعم. والحين الدول الثانيه هذا ولا الثنائي ولا الاطناب ولا الاوتاد. نعم. هذا لهم العمود. ها يقول واحد والله لا بهم مني ولا بعي منهم، لكن اعطي الحق حقه. المشاركين اللي موجودين هنا هل هم فقط من محافظه شبوه ام من خارج محافظه شبوه، سواء في سباق الهجن او في سباق الفرس؟ لا 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 لا, لا. هذا من شبوه ومن محافظات ومديريات المجاورة لها كلهم، دولا جاوك الآن من بلاد المهرة. حلو. يشاركون. وش جيتوا له؟ قالوا اشتقنا ونشوف العادات حقهم التقاليد، أعجبتنا وجينا نشاهده، وبدولا موجودين الآن في الصف. حلو والله. من حريب جاو، من مارب جاو، من شبوه جاو، من عدن جاو، من كل مكان جاو. شكرا. وأهلا وسهلا بهم، المكان مكاننا جميع. لم يقم المهرجان على حساب جهة ذات اختصاص، بل أقيم بجهود شخصية من أبناء مديرية عسيلان بقيادة الشيخ الجليل محسن بن طالب بن جلال الحارثي الذي عاش وترعرع فيها منذ العام 1953، وهو العام الذي ولد فيه، حيث بدأ الشيخ محسن بتأسيس المهرجان بعزيمة وإصرار بجانب منزله منذ العام 2012، واستمر بتطويره وتوسيعه سنويا لكي يترسخ ماضي الأجداد في عقول الأحفاد. المهرجان أقمناه 8 سنين. ها متواصل ولا متواصل كل سنة؟ ها معين له واحد في كل عام يقوم به. أول موقف كان عند البيت، دعنا رامي كان يعني ملتزم وصورناها أول مرة عند البيت، ثاني مرة عند البيت، ثالث مرة طورناه بدأت بيوت نزلناه في جنب البيت، الرابعة جنب البيت، الخامسة طلعناها إلى هذا الميدان ورتبناه ومسحوه حمران العيون وقالات للشيخ ناصر دريهم. مشكورين كل من تعاونوا وكل مننا أثبتوا وجودهم لهذا المهرجان، و
اليوم كما يشاهد المشاهد الحمد لله من فضل الله. والله عيالي ما سويناه لا نريد به لا فخر ولا شيء، الا نريده تاريخ يبقى في بلاد اليمن خاصه وفي الجنوب عامه، وكل الاجيال يدرسونه ويشوفونه، لانه اليوم مثل لو لبهنا عارفين ما كان سويناه ولا كان جانا ما جانا. مهرجان التراث والموروث الشعبي والسباق الهجن والفروسية الذي تحييه مديرية عسيلان سنويا يهدف إلى إحياء ماضي الأجداد وموروثهم وترسيخه في عقول الأحفاد في المديرية التي تربض على أنقاض حضارة مملكة قتابان القديمة، وكذلك متنفسا ترفيهيا يلتقي فيه الأهالي والزوار في كل عام. الكلمة الختامية، أنا أشكر كل من حضروا، والذي ما معه شيء حضر معه شيء، وأشكر كل الداعمين سواء من دولة أو من شركات أو من تجار، كل من دعمه هو داري وأنا داري، أنا أشكره، والميدان هذا يشكره رب العالمين يشكره.